زي ما عودنا حضراتكم دايما في على شاشه الاهلي طبعا في السادسه بنستضيف نجوم الكره في كل مكان في العالم، والنهارده تحديدا هيكون لنا لقاء مع واحد من نجوم الكره الانجليزيه، تحديدا نجم نادي نيوكاسل لي كلارك. وبالمناسبه هو كان كمان مدير فني لنيوكاسل وبريمنغهام وهادرسفيلد، وفي السنه الاخيره اللي تابع طبعا مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا كان بيتولى الاداره الفنيه والمسؤوليه الفنيه لفريق المريخ اللي واجهناه في دوري المجموعات. هنتكلم معاه على البطولات الافريقيه وعن النادي الاهلي، وهنتكلم معاه طبعا على الكره الانجليزيه، وهنتكلم طبعا معاه على الجوله الجديده من دوري ابطال اوروبا. بدايه بس الاول خلينا نرحب بيه على شاشه النادي الاهلي. بدايه اهلا بيك وبشكرك على وجودك وظهورك معانا على شاشه الاهلي. Thank you for having me on such a شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا في تواجدي معكم لتواجدي معكم. يعني زي ما كنت بتكلم عندنا اكتر من محور هنتكلم معاك منه، ما يتعلق بالكره الافريقيه وبطوله دوري الابطال، منها ما يتعلق بالكره الانجليزيه، ومنها طبعا رايك في فرص الانديه الانجليزيه في الشامبيونز ليج. بس خلينا نبتدي مع الكره الافريقيه، وانت يمكن كنت بتتولى مسؤوليه الاداره الفنيه لنادي المريخ وواجهت بالفعل النادي الاهلي في الموسم الاخير، رايك في الكره الافريقيه بشكل عام ورايك في النادي الاهلي بشكل خاص؟ حسنا، في البداية الكرة الأفريقية كرة قوية جدا، كرة قوية جدا أكثر مما يتوقع كثير من الناس. لدى أفريقيا أندية قوية ولديها ملاعب جيدة نوعا ما في بعض الدول، ولكن ما حدث من ظروف كورونا جعلت الأمر أكثر صعوبة. وبالنسبة للأهلي، الأهلي فريق عريق جدا، فريق كبير جدا في القارة، هو أكبر فريق في القارة. أنا أعرف كثيرا عن الأهلي من مساعدي الخاص إسلام جمال، هو أخبرني كثيرا عن الأهلي قبل أن أواجه الأهلي. وجدت الكثير من المعلومات عن الأهلي، ووجدت الكثير من المعلومات عن لاعبيه الرائعين. ايه رايك في الكره اللي قدمها الاهلي الموسم الاخير، وهل كنت متوقع بعد مواجهته ذهابا وعوده في دور المجموعات انه الاهلي يتوج بلقب دوري الابطال العاشر في تاريخه؟ أنا أحببت كرة الأهلي جدا حينما شاهدت مباراة الأهلي لأكون فكرة عن الفريق. وجدت الفريق فريق قوي جدا، لاعبين فنيين على أعلى مستوى، أحب هذا الفريق جدا. وجدت العديد من المهارات في الفريق، فهذا ترك عندي انطباعا رائعا تجاه النادي الأهلي. وبالنسبة لفريقي السابق المريخ كان لدينا لاعبين رائعين، ولكن لم نكن محظوظين أن نفوز ضد الأهلي. خسرنا بنتيجة 3 أهداف في المباراة الأولى، ولكن لاعب الفريق استطاعوا أن يؤدوا مباراة جيدة جدا في السودان وتعادلوا أمام الأهلي العريق. مين أكثر اللاعبين في فريق الأهلي اللي لفت نظر لي كلارك؟ حسنا، إذا نظرت ستجد لديك فريق كامل، فريق رائع جدا، الشناوي حارس المرمى، حارس مرمى من الطراز العالمي، لديه أداء رائع وشخصية رائعة، ويلعب أيضا في منتخب مصر، وأيضا بدر بنون هو مدافع مميز جدا، مدافع لديه نظرة جيدة للملعب، وأيضا لاعب مجدي أفشا، لاعب رقم 19، هو لاعب رائع جدا، لاعب تكتيكي على أعلى مستوى، ولاعب متعب جدا، وهو لاعب يصنع الكثير من الأهداف للاعبيه، وأيضا الهداف الفريق محمد شريف هو سريع ومهاري وهداف، هو إيجابي جدا على المرمى، ولديكم فريق رائع جدا جدا. من خلال تجربتك مع الكرة الأفريقية وتحديدا توليك المسؤولية الفنية لنادي المريخ السوداني، إيه هي الحاجات اللي حسيت أنه أو يعني وجهة نظرك فيها بتقول أنه من الممكن إذا ما تم تجاوزها أن الكرة في أفريقيا تتطور لمستوى أفضل؟ إيه العقبات على سبيل المثال اللي واجهتك كمدير فني للنادي المريخ على مستوى القارة الأفريقية مش على المستوى المحلي؟
مع إسلام، وجدت أن هناك الأمور التي يجب أن تتغير في نادي المريخ. لديهم كرة تنافسية وكرة قوية جدا، ولكن يحتاجون إلى أكثر من ناحية التموضع في الملعب وحفظ الخطط التكتيكية. كنا نشجع اللاعبين أن يعبروا أكثر عن أنفسهم، فاللاعبين لديهم في أفريقيا لديهم جودة جيدة، ولكن عليهم أن يطوروا أكثر من الأداء الفني والأداء التكتيكي. في السنوات الأخيرة مستر لي كلارك، انتشرت كتير من أكاديميات الكرة الأوروبية أو اللي بتحمل أسماء أندية أوروبية كبيرة في القارة الأفريقية. هل شايف أنه الأكاديميات دي ساهمت في تطوير الكرة في أفريقيا؟ هل ساهمت في يعني أنها تدي فرص لمزيد من المواهب؟ من وجهة نظرك إيجابية أكتر أم سلبياتها أكتر من إيجابياتها؟ أعتقد أن هذا كان أمراً إيجابياً، فيجب على كرة أفريقية أن تنتشر أكثر. لدى الكرة الأفريقية نجوم الآن في الكرة الأوروبية، في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. يجب على هؤلاء اللاعبين أن يكتشفوا، يجب على هؤلاء اللاعبين أن يلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، وأن يتحدوا البيئة التي خرجوا منها، ويتحدوا البيئة الأوروبية بالتحديد. طيب، انتقالا من الأفريقية للإنجليزية، خليني أروح معاك لنيوكاسل، اللي يمكن الحدث الأساسي بالنسبة لجماهير نيوكاسل حصل السنة دي، وفكرة شراء النادي أو بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي. إزاي بتشوف أثر ده على مستقبل نيوكاسل، وهل من الممكن أنه يؤثر بشكل سريع على عودة نيوكاسل لسابق عهده أنه يكون واحد من الأندية الكبيرة أو الأندية المنافسة في البطولات الإنجليزية؟ هذا أمر كبير على نيوكاسل. نيوكاسل من أعرق الأندية في العالم، والآن على الملاك الجدد أن يبنوا بنية تحتية من جديد، وأن يطوروا الأكاديمية والاستاد، الكثير من اللاعبين، وأيضا المدير الفني. الكثير من الأشياء يجب أن تتطور وتتغير لتنافس على اللقب، ويجب أيضا حينما تأتي باللاعبين تتابع المزيد من المباريات. فنيوكاسل فريق كبير ويحتاج لاعبين رائعين. تجارب الاستثمار في كرة القدم بشكل خاص في الدوريات الأوروبية أو بشكل عام في الدوريات الأوروبية وبشكل خاص في الكرة الإنجليزية نجحت. يعني نقدر نقول إنه تجربة مانشستر سيتي، تجربة تشيلسي، تجربة حتى بي اس جي، وإن كانت لم تنجح على مستوى أوروبي لكنها نجحت على الأقل محليا. هل بترى أنه ممكن استنساخ ده مع نادي نيوكاسل؟ وتتوقع إيه القواعد أو الأسس اللي يتبني عليها تجربة جديدة ناجحة لنيوكاسل؟ نعم، مثال رائع جدا الذي ذكرته مانشستر سيتي، نادي رائع وتطور كثيرا. الكثير من الأموال تم إنفاقها على الفريق وتم وضعها على طاولة المفاوضات، فبالتالي استطاعت أن تنافس على دوري أبطال أوروبا وتحرز العديد من الألقاب المحلية. يجب أن تفعل كما فعلت هذه الأندية، وأن تأتي بلاعبين مختلفين، لاعبين قادرين على المنافسة على مسابقات أكبر كما فعل مانشستر سيتي. فمانشستر سيتي فريق كبير، وكذلك نيوكاسل. الاستثمار الجديد في نيوكاسل يجب أن يسير على هذه الخطى. من وجهة نظرك بمناسبة كلامنا على الدوري الإنجليزي، مين الأندية اللي بيراها لي كلارك هي الأقرب لتحقيق اللقب السنة دي، أو مين الأندية اللي بتتصارع أو تتنافس على اللقب من وجهة نظرك؟ الأندية الاعتيادية، أكبر ست أندية في أوروبا. لدينا مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول. لديهم بداية قوية جدا هذا الموسم، بداية حماسية ومثيرة. لدينا منافسة قوية بين هذه الفرق الثلاثة. بمناسبة كلامك على الأندية المتنافسة كتير، ويمكن مانشستر يونايتد تحديدا ليه قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة العربية، ايه مشكلة مانشستر يونايتد من وجهة نظر لي كلارك، وخصوصا انه السنة دي كمان بعد استخدام رونالدو كتير من الناس توقعت انه
مانشستر يونايتد يعني يبقى في افضل احواله ويبقى مرشح قوي لتحقيق اللقب. مانشستر يونايتد لديه العديد من المواهب على المستوى الفردي، ولكن على المستوى الجماعي الامر لديهم صعب نوعا ما، لديهم بعض المشاكل. خسروا امام ليفربول بخمسة اهداف مقابل لا شيء، فبالتالي هم لديهم فريق فردي نوعا ما، لاعبين مهاريين جدا على المستوى الفردي، ولكن على المستوى الجماعي لديهم الكثير امامهم الكثير لينافسوا فرق مثل تشيلسي وليفربول. مع او ضد بقاء سولشاير في موقعه كمدير فني؟ أعتقد أن هذا سؤالا صعبا. إذا خسر فستكون مشكلة كبيرة بالنسبة لمانشستر يونايتد، كما الحال في الأهلي في مصر. الأهلي إذا خسر سيكون أمر صعب جدا بالنسبة لجماهيره، فالأمر يستلزم تضحية. إذا أردت أن يغادر المدير الفني سيخسر الفريق وهو ما لا يريده الجماهير. من وجهة نظرك مين المدير الفني الجدير بأنه يتولى هو مسؤولية كتيبة مانشستر يونايتد في التوقيت الحالي؟ أفضل مدير فني مرشح من وجهة نظري. أعتقد أن يوجد الكثيرين. أعتقد أن أنتونيو كونتي، ولكن بالفعل هو درب توتنهام. أعتقد زيدان هو الأبرز الآن. سيكون خيارا جيدا بالنسبة لمانشستر يونايتد. هفضل معك في الدوري الإنجليزي، وكانت لسنين طويلة جدا الناس بتتكلم على المنافسة الكبيرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الدوري الإسباني. النهارده وعلى الرغم من ان طبعا الدوري الانجليزي بيضم عدد كبير جدا من النجوم، لكن الناس بترى ان المنافسه الحقيقيه على مستوى النجوم يعني بين محمد صلاح وبين كريستيانو رونالدو، وكتير بياخدها لفكره الافضل على مستوى العالم. يهمني اسمع رايك. حسنا، المنافسة انحصرت بين رونالدو وميسي للعديد من السنوات، وكان الأفضل على المستوى العالم للعديد من السنوات، ولكن هذه الفترة محمد صلاح يؤدي أداء رائعا وإحصائيات كبيرة جدا. هو الآن الأبرز في التنافس على البالون دور. هو الآن على بمستوى يؤدي مستوى ثابت ويمتاز بأنه يساعد ليفربول للصعود على منصات التتويج. ونظرا لسن كريستيانو رونالدو فالأمر يظل الآن محصورا بين الاثنين على مستوى العالم. أيضا ميسي لا نستطيع أن نخصيه من الصورة، ولكن ميسي لم يؤدي المطلوب، ولكن أعتقد أن محمد صلاح من وجهة نظري هو الأبرز حاليا على مستوى العالم. إذا نجح النجم المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، هل تعتقد ده يأثر على مستقبله في ليفربول، يبقى مع ليفربول، أو أنه فرصه أكتر تكون في الانتقال لنادي آخر؟ يجب علينا مبدئيا أن نلاحظ أن ليفربول هو أحد أفضل الأندية في العالم. ليفربول هو أحد أعرق الأندية الأوروبية على مستوى العالم. فأعتقد أن محمد صلاح الآن يجب أن يفكر كثيرا، ويجب أن ينتظر، ويجب أن يستكمل مسيرة مع ليفربول. يلقى الآن الدعم، ويلقى الآن الدعم من اللاعبين ومن الجماهير. وأيضا البريمير ليج الآن هو أفضل دوري في العالم، فلن تجد دوري أفضل من البريمير ليج. حتى الدوري الإيطالي الآن لا يستطيع أن يواكب البريمير ليج. يمكن مشوار بالتأكيد محمد صلاح اتطور بشكل كبير جدا مع ليفربول ده، بس ما ينفيش أنه كان فيه عدد كبير من التجارب الناجحة للاعبين مصريين مع عدد من الأندية الإنجليزية، منهم حسام غالي، منهم محمد شوقي، منهم عمرو زكي، منهم أحمد حسام ميدو. ورغم أنه محمد صلاح النهاردة وصل لمكانة بتأهله أنه ينافس على لقب الأفضل في العالم، إلا أنه إحنا ما شفناش اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية بسوق اللاعبين المصريين. تفسر ده بإيه؟
أعتقد أن أغلبية اللاعبين المصريين لاعبين جيدين جدا، لديهم المهارة، ولكن إذا الأمر أتى لمستوى الدوري الإنجليزي فعلينا النظر لاعتبارات أخرى. البريمير ليج الآن يحتاج لاعب ناجح ويحتاج استمرارية على هذا النجاح، فمحمد صلاح قد حقق هذا المثال تحديدا. الأندية الإنجليزية بالفعل استخدمت العديد من اللاعبين المصريين في مواجهة كبار أوروبا زي بايرن ميونخ، زي إنتر ميلان، زي ريال مدريد وزي باريس سان جيرمان. إزاي بتشوف فرص الأندية الإنجليزية في تحقيق لقب دوري الأبطال الموسم الحالي؟ حسنا، منافسة صعبة جدا، ولكن كل ثقة أن الأندية الإنجليزية قوية جدا. باريس سان جيرمان هو فريق يائس أن يفوز بدور الأبطال لعدة سنوات، وحتى حينما أتى ليونيل ميسي لا يؤدون بالشكل المطلوب. أعتقد أن ليفربول هو أفضل نادي الآن، وهو المرشح الأبرز، ومعه أيضا مانشستر سيتي وأيضا تشيلسي. هذه الأندية الإنجليزية لديها فرص جيدة جدا للمنافسة على دور الأبطال هذا العالم. فالأندية الإنجليزية في السنوات الأخيرة الماضية نافست بشكل قوي على دور الأبطال. في كلمة واحدة، مين الأقدر أو الأقدر على تحقيق لقب دوري الأبطال من وجهة نظر لي كلارك؟ ليفربول هو الأقدر. بشكرك شكرا جزيلا لي كلارك، طبعا نجم نيوكاسل يونايتد والمدير الفني السابق لنيوكاسل، برينغهام، هادرسفيلد تاون، وطبعا المريخ السوداني. بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي.